نشرة الأخبار مع أسيل عماد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة والتي نبدأها معكم بأهم ما فيها. شهداء وجرحى في تفجير يهز البصرة، والعيدان يحمل الجهد الاستخباري مسؤولية الخرق. الكاظمي وبرزاني يخمدان حدود النار، تنسيق شامل في مناطق الفراغ الأمني لدحر الإرهاب. بعد تأجيل لقاء الإطار، الصدر يستقبل بلاسخارت ويشدد على تصديق النتائج دون تأخير. أهلا بكم، والبداية من تطورات المشهد الأمني في البصرة، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة. الخلية أوضحت أن الحادث وقع في تقاطع الصمود، وقد نتج عنه احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية المفخخة، مشيرة إلى أن خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المعنية ما زالوا في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث، في وقت أشارت إلى أنها ستعلن في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية. في غضون ذلك، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن التحقيقات جارية بشأن حادثة تفجير الدراجة المفخخة قرب مستشفى الجمهوري، فيما دعا إلى تفعيل الجهد الاستخباري للحد من الخروقات الأمنية. لحد الآن أنه التحقيقات الأولية جارية، والاستخبارات ممكن أنه تبين أسباب الحادث، ولكن البيانات الأولية دراجة مفخخة أثرت إصابة هذه السيارة والعجلة الأخرى. الحصيلة الأولى شهداء 2 و3 جرحى. نقل المداخل هذا مو حل، يعني علينا أنه متابعة المطلوبين أو متابعة الحادث وأسباب الحادث، وممكن أن الاستخبارات تأخذ دورها والأجهزة الأمنية، لكن إغلاق وسيطرات وإلى آخره هذا مو حلول. أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن لا أحد فوق قرار الدولة ولا سلاح خارج سيطرتها، مشيدا بنجاح العملية الأمنية التي قامت بها القوات الجوية ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار. وأوضح الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر أن العمليات الأمنية ستتواصل لاجتثاث هذا التنظيم الإرهابي من جذوره في العراق، مبينا أن هناك من يحاول وعبر السلاح إرهاب الدولة، لكن المؤسسات الأمنية وأبناء الشعب سيقفون بالمرصاد لكل هذه الحالات الإرهابية.
بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني في اتصال هاتفي التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابية التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين وأدت إلى وقوع ضحايا من البشمرجة والمدنيين. وأكد الكاظمي الدعم الكامل لجهود البشمرجة في مقارعة الإرهاب، مشددا على التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبشمرجة والقوى الأمنية الأخرى، لا سيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين. من جانبه أبدى بارزاني استعداد الإقليم التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية من أجل حماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان. في السياق، زار وفد من وزارة البشمرجة العاصمة بغداد للتعاون وبحث الوضع الأمني في المنطقة وخطورة الهجمات الإرهابية وحل المشكلات مع الجيش العراقي. البشمرجة قالت إن الوفد بقيادة الفريق جبار ياور عقد اجتماعين مع المؤسسة العسكرية والصحفيين العسكريين لوزارة البشمرجة وقوة الدفاع العراقية في قيادة العمليات المشتركة، وناقش الوضع الحالي للمنطقة ومخاطر الإرهابيين وخطوات حل المشكلات بين الجيش العراقي وقوات البشمرجة للعمل معا على دحر خلايا تنظيم داعش. وفي ردود الفعل، طالب التحالف العربي في كركوك القوات الاتحادية بالسيطرة الكاملة على المناطق ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، مجددا رفضه لانتشار أي قوة غير اتحادية على تلك المناطق. وقال التحالف العربي في بيان إن ملف كركوك الأمني اتحادي ولن يقبل بأي قرار أو تفاهمات أو توافقات على قضية كركوك وأمنها المستقر منذ فرض القانون وعودة المحافظة لسيطرة السلطة الاتحادية. ودعا التحالف رئيس الوزراء إلى دراسة أوضاع المناطق الرخوة والسماح للقوات الاتحادية ببسط سيطرتها عليها لمنع تنقل الإرهابيين ومهربي النفط. وجدد التحالف رفضه لمشاركة أي قوة غير اتحادية في المناطق الواقعة ضمن حدود كركوك إداريا. من جانبها، دعت الجبهة التركمانية الحكومة الاتحادية إلى إبعاد محافظة كركوك على صفقات تشكيل الحكومة المقبلة، وأكدت الجبهة التركمانية أن أمن كركوك في خطر ويجب حمايتها، فهي جزء من العراق كباقي المحافظات، داعية الحكومة المركزية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى كركوك فورا، ومشيرة إلى أن حكومة بغداد ملزمة ببسط الأمن والقانون على كامل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك من قبل القوات الاتحادية وإبعاد المحافظة عن صفقات تشكيل الحكومة الجديدة. أيام ساخنة تعيشها كركوك شهدت خروقا أمنية عديدة، كان آخرها هجومان منفصلان استهدفا قريتين. نتابع التفاصيل مع الزميلة أسماء زرمان. يراد لكركوك والعراق المصغر أن تكون بؤرة لصراع متجدد، سواء كان هذا الصراع سياسي أو أمني. ليلة ساخنة عاشتها كركوك على وقع هجومين منفصلين على قريتين. الهجوم الأول استهدف قرية الهيبان، وهي قرية تتبع إداريا لقضاء الدبس. هذه القرية باتت اليوم غير مأهولة بعد نزوح 60 عائلة بسبب تكرار الهجمات. كانت آخر عائلة أقول قد خرجت من القرية بعد أن تسللت خلايا داعش وسيطرت على القرية من الساعة 7 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل. الهجوم الثاني تركز على ناحية يالتون كوبري في قرية قرى سالم بعد أن تسلل إليها داعش الإرهابي وهجم البشمرجة، ما أدى إلى استشهاد 5 منتسبين بينهم ضابط برتبة نقيب. البشمرجة تتقدم إلى مناطق غير على تخوم كركوك بموجب تنسيق جديد مع بغداد، حيث عقد اتفاق فعلي وميداني بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمرجة على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، إلى جانب الاتفاق على إعادة تموضع قطاعات من الجيش والبشمرجة في تلك المناطق الساخنة. خلال الأشهر العشر الأخيرة نفذ داعش الإرهابي 206 هجمات إرهابية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك في كركوك وديالى ونينوى
ما تسبب بسقوط أكثر من 800 ضحية بين شهيد وجريح. من بين هذه الحوادث 5 هجمات إرهابية خلال الأسبوع الماضي. 7 شهور على اتفاق بغداد وأربيل للتنسيق الأمني لم ترى النور حتى الآن، في وقت تأتي هذه الاعتداءات في لحظة انسداد سياسي يمر بها العراق، ومع انطلاق تفاهمات تشكيل الحكومة المقبلة وبوجود جهات تعرقل تنفيذ أي تفاهمات بين بغداد وأربيل. كما تأتي هذه الهجمات الإرهابية مع قرب حلول الذكرى 4 للنصر على داعش الإرهابي في 10 من كانون الأول الجاري. يراها الدستور مناطق نزاع، ويراها الأمن مناطق رخوة، فيما يراها الإرهاب أهدافا يحاول من خلالها إثبات وجوده. هجمات داعش في مناطق تعاني فراغا أمنيا استدعت رفع مستوى التنسيق ما بين بغداد وأربيل ومدى جهوزية القوات الأمنية الماسكة للأرض لمنع تكرار هذه الهجمات. خطر وما أكثر المخاطر التي تدور رحاها في مناطق متفرقة من البلاد، والتي باتت تهدد الاستقرار الأمني، خصوصا بعد ازدياد هجمات تنظيم داعش على قوات البيشمركة. هجوم وصف بالأعنف استهدف قرية الهيبان وقرية سالم في ألتون كوبري شمال كركوك، خلف شهداء وجرحى وحرقا للمنازل ونزوحا للأهالي. بعد ورود معلومات يوم أمس، يعني ليلة أمس، أن هناك عناصر من عناصر داعش دخلوا إلى قرية كرد الهيبان، صدرت الأوامر من قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع القوات البيشمركة في منطقة إقليم كردستان. تحركت قوات من الجيش العراقي وقوات من البيشمركة ودخلت إلى منطقة كرد الهيبان، والحمد لله القرية آمنة ولا يوجد فيها أي عناصر داعش. وفي أقل من أسبوعين شن تنظيم داعش العشرات من الهجمات على قوات البيشمركة، وخاصة في المناطق المسماة دستوريا بمناطق النزاع، والتي تمتد على مسافة 500 كيلومتر من حدود كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالة، وهي مناطق خارج حدود إدارة الإقليم. الجانب الاستخباري في هذه المسائل هو جانب مهم ويجب التركيز عليها، لأن القائمين بهذه النشاطات هم صحيح يعني أعدادهم ليست بهذا العدد التي لا يمكن الحد من سطوتهم ومن نشاطهم. وعلى وقع هجمات تنظيم داعش، عقدت العمليات المشتركة اجتماعا مع وزارة البيشمركة في بغداد لتشكيل لواءين مشتركين لنشرهما في المناطق الهشة أمنيا، إضافة إلى عقد اجتماع طارئ لرئيس الإقليم جيرفان بارزاني وقادة البيشمركة لبحث تهديدات داعش الأخيرة. الوفد زار بغداد للتنسيق الأمني والعسكري بعد الخروقات التي حدثت في الفترة الأخيرة واستغلال يعني خلايا داعش هذا الفراغ العسكري والأمني الموجود في هذه المناطق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فاستغلت هذه الفراغات. كلما اشتد الصراع السياسي اشتدت وتيرة هجمات داعش الإرهابي، فعودة هذا التنظيم بات يشكل خطرا جديدا يتطلب تنسيقا عسكريا عاليا بين المركز والإقليم. هجمات خاطفة ومباغتة شنها تنظيم داعش على قوات البيشمركة في المناطق التي تشهد فراغات أمنية، والتي تشكل شريطا واسعا ممتدا من طوس خرماتة وصولا إلى سلسلة جبال حمرين وانتهاءا بزمار ومخمور. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. سياسيا، شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أهمية تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات دون تأخير، وذلك خلال لقائه مبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاس خارت في منزله بالنجف. وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان أن بلاس خارت أكدت أن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسرا وفائزا، وهذا هو المعنى الحقيقي لها. وتابع المكتب نقلا عن بلاس خارت قولها:
إن المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية ومن سماحة السيد الصدر والحكومة العراقية وعدة أطراف سياسية أخرى. في غضون ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن وفودا من القوى والأطراف السياسية ستزور أربيل لبحث آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة مع رئيس الحزب مسعود بارزاني. وأكد المتحدث باسم الحزب محمود محمد في حديث صحفي ضرورة أن تشترك جميع الأطراف في تشكيل الحكومة المقبلة. سرداني سروك دكان وسرداني كردستان دكان. ستأتي وفود من القوى والأطراف السياسية لتزور أربيل لبحث آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة مع الرئيس مسعود بارزاني. هذا وقد أتت وفود سابقة إلى أربيل للتباحث في هذا الشأن، ونحن بانتظار تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات. يطمح الديمقراطي الكردستاني إلى تشكيل حكومة وكابينة وزارية تشترك فيها الأطراف كافة. لا هندك شوين إشي أعلنت وزارة الثقافة والآثار والسياحة استعدادها لتسليم لوح جلجامش الذي صادرته الولايات المتحدة عام 2019. وأوضحت الوزارة أن لوح حلم جلجامش الذي يعد من أقدم الأعمال الأدبية في تاريخ العراق والبشرية يتجاوز عمره 3500 عام، ويحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من ملحمة جلجامش الشعرية، وهي الملحمة الشعرية الأولى بتاريخ البشرية، مبينة أن اللوحة سرق في عام 1991 وتنقل في عدة مزادات عالمية لتصادره بعد ذلك وزارة العدل الأمريكية، ووضع في متحف الكتاب المقدس في واشنطن، مشيرة إلى أن محكمة فيدرالية في نيويورك ستسلمه إلى العراق. تظاهر عدد من خريجي المعاهد التقنية أمام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بشمولهم في التعيين في دوائر الدولة وتطبيق التقاطع الوظيفي. وأكد المحتجون أن الموازنات العامة السابقة لم تشمل خريجي المعاهد التقنية في التعيينات، متسائلين عن جدوى فتح المعاهد إذ لم تكن الدولة بحاجة إلى خريجيها، داعين إلى إنصافهم والاستجابة لمطالبهم في تأمين مستقبل يليق بشباب العراق. احنا خريجين معاهد تقنيه والاداري بكافه الاختصاصات بكافه الاقسام، خرجنا اليوم باعتصامنا السلمي الثالث اعتصام سلمي. اليوم نريد نقابل محافظه الديالى، يعني ليش هالتسويف قضيتنا؟ احنا رفعنا كتاب، سبق ما رفعنا كتاب رئاسه الوزراء وماكو اي تنفيذ من الجهه او كتاب وارد. احنا نناشد كل الاعلاميين والناشد، يعني خلينا ننظرون قضيتنا. احنا الا ما تظل مهمشين من 2003 لحد الان، اي كتاب او تخصيص مالي لحد هاي الشريحه لحد الان مظلومه. يعني احنا خريجين صار لنا اللي من 2008 واللي من 2010 واللي 14 واللي 15، زين اذا هاي الاعداد كلها يعني مو بعينكم، شكوا فاتحين المحل التقني اذا تخرجون العالم. خلينا نروح نشوف لنا غير شغل، طالب اغلاق المعاهد. خلينا نروح نشوف لنا غير شغل، نروح نشوف لنا غير عمل. ليش احنا تعبنا وطلعنا ودرسنا وتعبنا على حالنا وصرفنا فلوس، اما كان هذه فلوس نروح نفتح لنا مصالح ونشتغل ونفتح مستقبلنا؟ ليش هيجي؟ ليش هيك المظلومية لهاي كل هاي الشباب؟ هاي الشباب يعني أغلبهم أنا متأكد أغلبهم عمره 25 سنة وعمره 28 سنة، لا زواج لا تعيين لا يعني حتى مستقبله مجهول، مستقبل مجهول. والأغلبية هسه هنايا يتمنى يلقى له وظيفة حتى لو يومية 7000 8000 10000 يتمنى يشتغل بيها. احنا مطالبنا ان يشملونا بالتقاطع الوظيفي بالتعيين بصفة عقد على ملاك الدوائر في المحافظة والاستفادة من خبراتنا، حتى اذا كان مجانا على ان يتم احتساب كلف عقودهم ضمن موازنة 2022 التي تليها، واستبدال المستبعدين حصرا من التقاطع الوظيفي المحاضر وزارة التربية وفق التعليمات التي يتم تعميمها.
على الرغم من جميع الأزمات السياسية والأمنية، فإن أزمة الطاقة الكهربائية والوقود الغازي اللازم لتشغيلها ما تزال أهم الأزمات بالنسبة للمواطن، حيث بلغت ساعات قطع الكهرباء في مناطق أو في بعض مناطق ديالى أكثر من 18 ساعة في اليوم الأول مع دخول أول موجات الشتاء. أكثر من 100 مليار دولار صرفت على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 2003، إلا أن منظومة الطاقة سرعان ما تنهار مع ذروة كل موسم صيف أو شتاء، وتظهر حقيقة الوعود التي يطلقها المسؤولين بتحسن الإنتاج. كثير من الوعود اللي يسمعها المواطن من قبل الجهات العنية عن تطور أو تحسن الكهرباء، لكن ما أن نصل إلى ذروة الشتاء وذروة الصيف يتفاجئ المواطن بالانقطاعات وانخفاض ساعات التجهيز، ويستغرب أنه هناك مئات المليارات صرفت على قطاع الكهرباء لكن لا نتائج ملموسة أمام المواطن. تمتلك ديالى حقل المنصورية الغازي، وباستطاعته تشغيل محطات تغذي العراق بالكامل، فيما تتوجه الحكومة نحو استيراد الغاز من إيران، ولا بوادر على أرض الواقع للاستفادة من الغاز العراقي مع استمرار هدر المليارات لصالح تلك الدول. حتى لو كان هناك تدخلات، أعتقد على الحكومة الاتحادية أن يعني تبتر هذا الموضوع، أنه لابد من بتر هذا الموضوع، بدل استيراد الطاقة من إيران ومن دول الجوار، عليها أن تجد حل جذري. فيما يخص ديالى، حقل المنصورية الغازي مربوط عليه 4 محطات توليد طاقة غازية، لغاية الآن الغاز ماله غير مستخرج، نعتمد على الطاقة اللي تأتي الغاز من إيران حتى تشغل هذه المحطة. وكالعادة يبقى المواطن المتضرر الوحيد من الاتفاقات الحكومية مع دول الجوار، حيث يواجه ارتفاعا بأسعار الجباية مع انقطاع مستمر للتيار مع أول يوم لدخول موجة البرد للديالة. جباية اليوم إذا ما أدفع الخط هنا بعقوب، إذا ما أدفع الخط، إذا ما أدفع الأجور تقطع عليه الكهرباء، وما حد يرجع يشد لي إياها، حتى أو إذا مبلغ كبير أقعد عودي قسطوا لي إياه، وكل شهر تطلع عليه متراكمة. وما ناهيك عن الأغلاط الكبيرة اللي تصير بورقة الكهرباء، من هيك مضبوطين ما تقدر تتعاقدون ويا شركة توفر كهرباء 24 ساعة؟ كافي عاد 18 سنة لو على فلوس جباية الكهرباء كان احنا عندنا هسه كل بيت محوله. قولوا مراقبون ان هناك ضغوطات داخليه لمنع اي انتاج محلي للطاقه لصالح دول مستفيده من تردي واقع التيار في العراق المتردي منذ سنوات. من محافظه ديالى، عمر العبيدي، قناه الفلوجه. شارع القرطاس والقلم ومعلم الثقافة الأبرز في بغداد اجتازت حملة أعماره مراحل متقدمة، فيما تنتظر شوارع تاريخية مهمة أخرى في بغداد دورها لتستعيد بريقها ورونقها من جديد. المزيد عن حملة أعمار شارع المتنبي نتابعها في هذا التقرير. 4 أشهر على انطلاق أعمال تأهيل شارع المتنبي الذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز. أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل البنى التحتية وتنظيم خدمات الصرف الصحي والكهرباء والإنترنت والإنارة الجديدة، ومن ثم إكساء الشارع بالجرانيت التركي، بالإضافة إلى توحيد أبواب المكتبات والمحال التجارية لونا وشكلا بحسب الشركة العاملة وأمانة بغداد. يعني بلشنا من المجاري وخطوط نقل التصريف مياه الأمطار وإلى خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حولناها من الهوائي إلى التحت أرضي بالكامل. يعني صار هسه حتى مشهد السماء مفتوح، العالم تشوف ماكو لا كيبل لا شيء من الكهرباء الوطنية طبعا، والمولدات الأهلية أيضا صارت باتفاقات وتزيع بوردات داخل الأزقة بحيث أنه ما تأثر على المحلات وعلى أصحاب المولدات نفسهم. يعني بعدها بلشنا بالأبنية وواجهاتها، اعتمدنا طريقة تأهيل اللي هي يعني تكون ضمن الكود للتأهيل الأبنية التراثية بحيث أنه أنت ما تمس أصل البناية.
ومن بين فقرات التطوير تزويد الباعة المتجولين بعربات تراثية ومنحهم أرقاما وأماكن لكل منهم، ولا يسمح بدخول أي بائع للشارع إلا بعد حصوله على إجازة تسمح له بالعمل، فيما يأمل العاملون في المتنبي أن تخرج حملة التأهيل بنتائج ملموسة تعيد رونق الشارع وتظهر أصالته. يعني بشر بخير إن شاء الله شوية الأمور نحو الأحسن، بس تبقى شنو يعني تبين هذا الشتاء، يعني إذا مطرت الدنيا تبين الفرق بين ذاك اللي قبل فترة بينه وهسه حاليا هسه يعني أمين بغداد يشتغل شغل يعني زين الحمد لله وشكر، يعني الواجهات مرتبة، الإعمار حلو وبس ببطء. يعني هسه الشغلة صار لها من يوم الشهر السابع من قبل يعني ورا العيد المضي آخر عيد لحد هسه، يعني صار تقريبا 5 أشهر. نتأمل إنه يكملوا بأقرب وقت، لأنه تدري وراها شتاء ومطر، وهذا خطوة إيجابية جدا، بس احنا نحتاج المزيد، يعني مو بس شارع المتنبي وأيضا شارع الرشيد والشوارع الأخرى التراثية، وأعتقد كل الناس. وفي الأخبار الرياضية، منيا المنتخب الوطني لكرة القدم بخسارة قاسية ب3 أهداف مقابل لا شيء على يد نظيره القطري، ليسجل خروجا مذلا من الدور الأول لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه. ولم يحقق المنتخب الوطني أي فوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مجموعته التي تضم منتخبات قطر والبحرين وعمان، حيث اكتفى بتسجيل تعادلين وخسارة ليغادر البطولة من الباب الخلفي. هذا وانهالت الانتقادات الشعبية والرسمية على تخبط القرارات داخل اتحاد كرة القدم وتغيير 3 مدربين في غضون 3 أشهر، فضلا عن التدخلات في شؤون المنتخب الوطني واختيار التشكيلة الأساسية التي لم تحقق فوزا منذ حزيران الماضي ضد منتخب هونغ كونغ في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر القادم. إذن ختام هذه النشرة، نذكركم بأهم ما فيها. شهداء وجرحى في تفجير يهز البصرة، والعيزان يحمل الجهد الاستخباري مسؤولية الخرق. الكاظمي وبرزاني يخمدان حدود النار، تنسيق شامل في مناطق الفراغ الأمني لدحر الإرهاب. بعد تأجيل لقاء الإطار، الصدر يستقبل بلاسخارت ويشدد على تصديق النتائج دون تأخير. للمزيد من الأخبار والتقارير، الفيلو.تي في وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يوتيوب، تويتر. دائما نشكر لكم كرم المتابعة. إلى اللقاء. We'll be right back.